يا جماعة، في أي مكان في العالم وأي فرقة في العالم، لما تيجي تسأل جمهور الفريق ده ناجح ليه، يجي يقول لك معاه فلوس، معاه استقرار، عنده لعيبة سوبر، الحكاية، الرواية، الوضع. المهم إنك هتسمع عن استقرار، وهتلاقي نادي معاه فلوس ناجح، هتلاقي نادي معاه لعيبة سوبر ناجح، هتلاقي نادي عنده هدوء ومدير فني شاطر واستقرار إداري ناجح. ولكن انزع كل الحاجات دي، شيلها والغيها، ويبقى فريق مكمل ويكتسح. هنا اللي مستحيل. احنا قلبنا المعادلة، والله العظيم احنا قلبنا المعادلة يا جماعة. عشان كده انا طالع اللايف ده بقول بفتخر بكوني زملكاوي ابن زملكاوي ابن زملكاوي زملكاوي ابن زملكاوي ابن زملكاوي، لان النادي ده يا جماعه رغم الصعاب دي كلها بطل، اسد، سله مش رحمين، يد مدمرين، قدم واخدين، كل البطولات مكتسحين. ده ايه الشعر اللي بقوله ده؟ مدمرين ومكتسحين وواخدين يا جماعه، مش سايبين حاجه. ده كله وانت شايف فارس، الفارس اللي وراك ده بتاع شعار الزمالك، بينزف مجروح، الدم بيتساقط من كل حتة في جسمه، ورغم كده بدراع واحد، بدراع الأبطال، واقف يحارب، واخد كل البطولات الموسم ده. سلة، يد، طايرة، قدم. ايه يا عم، ايه يا عم الزمالك؟ امال لو في استقرار، امال لو في استقرار هتعملوا ايه؟ بعتز يا جماعة بزملكاويتي، بفتخر بزملكاويتي ان احنا رقم واحد. صعاب لا بعدها صعاب، والله والله هات لي اكبر نادي في المجره اللي هو الزمالك طبعا، ولكن اضرب لي مثل على اي نادي تاني. قول لي برشلونه، قول لي ريال مدريد، قول لي اي نادي، شاور لي على اي نادي شيل منه الاداره وشيل منه الفلوس وشيل منه لعيبته، هيبقى ايه؟ رد عليا يالا الواد اللي قام يعمل شاي ومش سامع اللايف، ركز ورد عليا. حط تحت الكلام ده زلطه، لازم تفتخر، لازم تعرف مين هو الزمالك. اسحب لي الإدارة واسحب لي اللعيبة السوبر واسحب الفلوس، هيبقى إيه؟ هيبقى إيه غير الصلاة على النبي؟ مش هيبقى أي حاجة خالص. ورغم كده يا جماعة أقسم بالله الفخر اللي فينا إحنا كزملكاوية بسبب الصعوبات اللي بنشوفها في النادي ده، ورغم كده الله أكبر، الله أكبر، وهمسك الخشب، همسك الخشب يا زملكاوية. رغم الصعاب دي كلها نمبر 1، نمبر 1، مكتسحين كله، ابطال المجره قاعدين على الكوكب لوحدينا مترستقين مرتاحين، بنقول احنا نمبر 1. طب يا عم اسلام، فرجاني ساسي مشي ولا يهمنا، مصطفى محمد مشي ولا يهمنا، الاداره مشيت ولا يهمنا، مفيش فلوس ولا يهمنا، امال النادي ده بياخد بطولات ازاي؟ اعملوا كتب على الزمالك، الفوا كتيبات، اكتبوا على النادي ده وعلى وفاء جمهوره ده، النادي اللي ما تسابش فيه ذرة واحدة للنجاح، ذرة واحدة، اديله أداة واحدة للنجاح كانتش متوفرة. لا مجلس منتخب ولا نجوم سوبر ولا مهاجم صريح، واللاعب الدولي فرجاني مشي، ولا فلوس اللي هي أساس كرة القدم مش موجودة. ورغم كده بطل الدوري في القدم، بطل الدوري في الطايرة وفي السلة ومعرفش، وكاس هنا وهنا وهنا، وصاعدين في اليد كاس عالم للأندية، واخدين السوبر للمرة التالتة على التوالي. ايه يا زمالك ده؟ ايه يا زمالك ده؟ الله اكبر علينا، الله اكبر علينا. ده احنا لو متوفر لنا ربع استقرار، اقسم بالله بالمنظر ده مركز تاني كاس عالم للأندية او مركز اول. ما هو الاستقرار يا جماعة، احنا من غير استقرار ابطال، خد الشعار، من غير استقرار ابطال، تاني خد الشعار، من غير استقرار ابطال. اديني اللي عندك وخد اللي عندي، اديني قلبك خد قلبي، والله العظيم ما يستحمله غير زملكاوي بس يا جماعه. اللي احنا بنعمله ده تحدي للواقع، تحدي للظروف، وانا ما زلت عند رايي الدوري خدناه ناقص الكاس، ثم نزلزل افريقيا زلزله. ليه يا عم اسلام جايب الثقه دي من زمان ليه؟ لان انا حاسس ان هي دي سنين جبر الخواطر للزملكاويه، جبر الخواطر، مجلس يروح، مفيش فلوس، هروب لعيبه، ناس تمشي وناس تروح وناس تيجي، ونادي مفلس مش لاقي جنيه، وحملة ناديك يناديك، وما زلنا واقفين وتد.
وعتاد واقف، بطل واقف، ما بيتأثرش ولا بنخاف. ارفع راسك لفوق يا زملكاوي، اعتز بنفسك، ثق في نفسك، قول انا بطل رغم الصعاب، قول انا بنزف ورغم كده انا البطل، ما سبتش بطولة رغم ان كل حتة في جسمي تشهد على معاناة، على صبر وتحمل وجلد. هو ده الزمالك. القاضية ممكن يا شباب، القاضية يا جماعة في ميعادها الجديد. والله العظيم اقسم بالله بعشق تراب هذا النادي عشان كده. الصعوبات، الصعوبات يا جماعة، مهما تضيق صعوباته تلاقيه سبحان الله يعني بيغير الواقع، يغير الظروف، ما بيقفش، ما بيعطلش، ما بيتدمرش، يتعسر مهما يتعسر تلاقيه سبحان الله جمهوره يزيد، جمهوره بيزيد يا جماعة مش بيقل، تلاقي الدنيا بتحلو. ايه ده يا عم اسلام، ازاي نادي كل ما تتصعب ظروفه كل ما يحلو ويزيد جمال؟ هو كده، ده الزمالك يا جماعة بيطبق المثل القائل ان دبلة الوردة راحتها فيها، ان دبلة الوردة راحتها فيها. احنا كده يا جماعة الزملكاوية هعمل لكم بإذن الله لايف خاص بالصفقات، مش عايز الناس تستعجل، 48 ساعة، سيبوا الدنيا تستوي وسيبوا الدنيا تتقايف عشان نطلع نقول لكم على الصفقات ونفرحكم، وان شاء الله تبقى اخبار تفرح. حبيبي يا زملكاوي انت في قلبي، اخويا الزملكاوي انت في قلبي والله، وما تقلقش في ظهر الكيان لحد اخر لحظة. اما الواد المتغاظ بقول له اتفرج يا ابني وانت ساكت، اتفرج وانت ساكت. ان شاء الله باذن الله ابطال افريقيا وهنلتقي، ولسه فيها، لسه فيها، انت بطل رغم الصعاب، ده شعارك، بطل رغم الصعاب. تحياتي اسلام علوي، ودايما ورا الملكي، دايما نمبر 1، ملوك القارة، رقم 1 في المجرة، احنا الاساس، احنا الاساس، والباقي كله يا جماعة بيتعلم مننا. مدرسة، مش المدرسة بتعلم، المدرسة بتأسس، احنا المدرسة والباقي كله بيقعد يتفرج، يتفرج على الصبر، على التحمل، على القوة. تحياتي يا زملكاوي اسلام علوي، مبروك.